طيب الأخ محمد يسأل بيقول يعني حينما يدخل المسجد ودي بتسمى بصلاة الإيه؟ بتسمى عند الفقهاء بصلاة المسبوق، يعني هو سبق في الإيه في الصلاة، يعني الناس صلوا جماعة ثم هو أتى بعد صلاة الإيه الجماعة ووجد أحد الإخوة يصلي، وبعدين هو لا يدري هل هذا الأخ الذي يصلي هل يصلي نفس الفرض الذي سيصليه معه أم أنه يصلي النافلة أو يصلي السنة التي بعد الإيه الصلاة. المهم هو على كل حال دخل معه بنية الإيه بنية الصلاة، سواء كانت صلاة المغرب أو صلاة فرض مثلا تكون صلاة الإيه صلاة المغرب. فهذه المسألة جائزة يعني عند الكثير من الإيه من الفقهاء أن يقتدي المفترض بالمتنفل، يسمى اقتداء المفترض يعني الذي يصلي فريضة بالمتنفل الذي يصلي نافلة. فيعني يجوز ان الانسان حينما ياتي متاخرا او يكون مسبوقا ان يقتدي بالايه بالمتنفل، يعني سواء كان يصلي لو كان يصلي فريضه وكانت نفس الفريضه التي سيصليها هذا ليس فيه حرج، انما لو كان يصلي فريضه وهو يصلي فريضه وانت دخلت وانت نويت انك انت تصلي فريضه بس انت هو يصلي وانت نويت فريضه اخرى، ففي هذه الحاله دي المساله دي فيها خلاف بين الايه بين الفقهاء. المالكيه لا يجوزونها انما كثير من الفقهاء يجوزون. ممكن انا شرحت هذه المساله بالتفصيل من قبل، اللي هي انك انت مثلا واحد دخل ونحن نصلي مثلا صلاه الايه العشاء وهو لم يصلي المغرب، ففي هذه الحاله هل يدخل معنا بنية صلاة المغرب؟ بعض الفقهاء أجازها، قالوا بأنه يدخل لأن على أساس أنه هو يكون عنده إيه عملية ترتيب في الصلاة، هو يصلي معنا المغرب، إحنا نصلي العشاء هو يصلي معنا المغرب، وبعدين يأتي بصلاة العشاء بمفرده. لكن المالكية لم يجوزوا هذه المسألة، فلذلك وبعدين كمان المالكية قالوا بالترتيب في الصلوات. يعني ممكن هذه المسألة أنا درستها على أساس بعض الإخوة مثلا حينما يأتي إلى صلاة العشاء وهو أصلا لم يصلي المغرب، فربما هو لا يصلي معنا وصلى بمفرد صلاة المغرب وبصوت جهوري، كان أحد الإخوة حتى عملها مرة ونحن هنا. فلما بحثت في المسألة قال يعني على أساس أنه هو لابد من الترتيب في الصلاة، أنه هو سيصلي بمفرده ولو صلى معنا العشاء، وأصلا لو صلى معنا العشاء وبعدين حينما ينتهي من صلاة العشاء صلى صلاة المغرب فصلاته صحيحة على رأي الكثير من الذين من الفقهاء، ولكن ربما هو الالتزام بالمذهب المالكي أو ربما لأنه يعني تربى على هذا الأمر في بيئته أو مع العلماء الذين درس عليه فصلى صلاة المغرب ونحن نصلي العشاء، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ليه إلا المكتوبة. فربما قالوا بأن المقصود بالصلاة المكتوبة هنا أن هو ألا يصلي سنة فيدخل في الصلاة المكتوبة، لكن ربما طالما عليه مكتوبة أخرى أو طالما عليه فريضة أخرى فيؤدي الفريضة أولا ثم بعد ذلك إيه ثم بعد ذلك يدخل في هذه الفريضة اللحق الجماعة، لكن إن لم يلحق بها ربما يصلي إيه يصلي بعدهم على أساس أنه إيه يقوم بعملية الترتيب. لكن على كل حال السؤال الذي سألته بأن المسبوق أو المفترض اللي هو الذي يصلي فريضة من الممكن هو يقتدي بإمام يصلي نافلة. جزاك الله خير.